بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة الفقه. احنا اتكلمنا في مرة سابقة عن الصلاة وبعض أحكام الصلاة، وقلنا إن الصلاة هي عماد الدين وأساس هذا الدين، ومنها ينفذ نور الله سبحانه وتعالى إلى عباده. وتكلمنا وقلنا إن الصلاة عبارة عن أركان وسنن وواجبات إلى آخره، وتناولنا بصورة مختصرة الحديث عن أركان الصلاة باعتبار إن الأركان هي الأساس في الصلاة ولازم تتعمل، لأن لو في ركن ما تعملش أو ركن تعمل بصورة غير صحيحة يبقى الصلاة غير صحيحة. وقلنا إن من أركان الصلاة النية، وتحدثنا عن النية وقلنا إن النية محلها القلب ويجوز للإنسان أن يتلفظ بها. ومن أركان الصلاة أيضا القراءة، ومن أركان الصلاة القيام، ومن أركان الصلاة الركوع والسجود والجلوس للتشهد الأخير. يعني تكلمنا بالتفصيل في هذا الموضوع في مرة سابقة. وبعد كده تكلمنا عن صلاة الجماعة، وقلنا صلاة الجماعة يعني سنة مؤكدة على الرجال، وقال البعض بأنها واجبة، أما النساء فقد خفف الله سبحانه وتعالى عنهم في مسألة صلاة الجماعة، وتحدثنا بالتفصيل عن صلاة الجماعة أيضا في محاضرة سابقة. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن القصر في الصلاة، ودي يعني نقطة مهمة وموضوع مهم كتير بيسأل فيه. ناس كتير بتسافر من بلادها فبتسأل على الموضوع ده، نقصر ازاي وايه كيفية القصر ومتى نقصر وايه المسافة اللي نقصر من خلالها. في البداية الانسان لما بيسافر من بلد لبلد بيكون ليه احكام خاصة به تختلف عن اقامته في بلده، وده سبحان الله من عظمة وجمال الشريعة الاسلامية، ان الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ويستطيع الانسان ان يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة في أي مكان وفي أي زمان، قاعد في بلده ومسافر إلى آخره. وراعى الإسلام مسألة التخفيف ورفع الحرج والمشقة عن الناس في بعض الظروف وفي بعض الأحيان. فالإنسان اللي موجود في بلده ده مستقر وآمن مطمئن، فله أحكامه الخاصة. طيب لما بيسافر وبيخرج من بلده وبيسافر لبلد تانية، هنا الأمر بيختلف، بيسيب هنا زوجته وأولاده وأهله وبيقطع مسافة، والسفر بيكون متعب وبيكون فيه مشقة وفي مصاريف إلى آخره. فراعى الإسلام كل هذه الأمور وجعل للسفر أحكاما خاصة تختلف عن أحكام إقامة الإنسان في بلده. من هذه الأحكام ما يتعلق بالصلاة وبالصوم. فإحنا حديثنا الآن عن الصلاة. الإنسان إذا سافر من بلده إلى بلد آخر يجوز له في الصلاة حاجتين: القصر في الصلاة والجمع بين الصلاة. القصر يعني ان هو هيقصر الصلاة ويصلي الصلاة الرباعية ركعتين بس، فعندنا صلاة الظهر 4 ركعات هيصليهم ركعتين، وعندنا العصر 4 ركعات هيصليهم ركعتين، وعندنا العشاء 4 ركعات هيصليهم ركعتين. يبقى القصر في الصلاة خاص بالصلاة الرباعية فقط، اما صلاة المغرب هتصلى كما هي، وأما صلاة الفجر هتصلى كما هي. يبقى صلاة الفجر والمغرب مفهومش قصر، القصر في الصلاة الرباعية من 4 لـ2. عندنا الحديث الشريف عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. كان في بداية الأمر الصلاة ركعتين ركعتين سواء في الحضر يعني في البلد أو في السفر. قال: فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. بعد فترة فضلت صلاة السفر زي ما هي ركعتين ركعتين في الظهر والعصر والعشاء، وزيد بعد ذلك في الحضر. أقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. لو الإنسان قعد في بيته وفي بلده بعد ما كان بيصلي ركعتين ركعتين يبقى هيصلي 4 4 4 في الظهر والعصر والعشاء. وفي رواية أخرى قالت رضي الله تعالى عنها: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين. كانوا بيصلوا ركعتين ركعتين في مكة، أول ما جاء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم زاد مع كل ركعتين ركعتين.
إلا المغرب فإنها وتر النهار، آخر النهار يعني، وصلاة الفجر لطول قراءتها. لأن يعني الأفضل والأحسن أن احنا نطول في صلاة الفجر وفي القراءة في صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لكن ده طبعا يكون بغير عذر ومشقة على الناس. يعني الإمام اللي بيصلي بالناس إمام مطالب إن هو يخفف على الناس ويصلي بالقدر المناسب لهم ولحالهم ولظروفهم. فما ينفعش إن أنا أصلي إمام بالناس وأطول في صلاة الفجر وأقرأ كتير بحجة إن التطويل في القراءة سنة. لا، ما هو التخفيف على الناس فرض، لازم نخفف على الناس حتى نحبب الناس في صلاة الجماعة. أحد الناس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. يعني تصلي بصلاة أضعف واحد ورك، فأنت ورك واحد مريض، والمريض ده يعني يدوبك يصلي بأربع خمس آيات، يبقى ما تطولش، ما يقدرش المريض ده يكتر في السجود أكتر من ثلاث تسبيحات، فأنت حضرتك كده ما تطولش، وهكذا. فهنا قالت رضي الله تعالى عنها: وصلاة الفجر لطول قراءتها. قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. ماشي، يبقى كده عرفنا أن الصلاة القصر من 4 لـ2 في 3 صلوات. طيب حكم القصر إيه؟ يعني لازم أقصر في الصلاة وأنا مسافر ولا مش لازم؟ خلاف هنا بين الفقهاء. فذهب السادة الحنفية رضي الله تعالى عنهم إلى أن القصر في صلاة السفر واجب، يعني المفروض عليك تقصر، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. قال يعني ده بمزاجي أبو حنيفة؟ قال لا، مش بمزاجك، مش مباح، ده واجب أنك أنت لازم تصلي ركعتين، ولو صليت 4 مش هتحسب لك إلا ركعتين بس الفرد. السادة المالكية رضي الله تعالى عنهم قالوا: لا، القصر ده سنة مؤكدة. يعني انت لو رحت صليت الظهر ركعتين يبقى انت كده عملت السنة في صلاة السفر. طب صليت الظهر 4 ركعات وانت مسافر، يبقى كده فعلت خلاف السنة. وده من عظمة الشريعة، ان الصلاة رباعية انت بتصلي 4 ركعات، يقول لك لا، في السفر ما تصليش 4، صلي ركعتين. فأبو حنيفة اعتبر ان ده واجب، انك انت لازم تصلي ركعتين، والامام مالك اعتبره ان هو سنة مؤكدة. أما السادة الشافعية والحنابلة رضي الله تعالى عنهم فقالوا بأن صلاة بأن القصر في الصلاة رخصة. رخصة يعني قالوا رخصة على سبيل التخيير، اللي عايز يصلي ركعتين يرخص له ذلك، واللي عايز يصلي 4 ويتم الصلاة هو حر، الأمر ما فيهوش أي مشكلة. لكن الأولى والأحسن إن احنا نأخذ بالرخص ونصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. زي ما ربنا بيحب أنك أنت تصلي الظهر كامل 4 ركعات وأنت مقيم في بلدك، كذلك يحب أنك أنت لما تسافر من بلدك إلى بلد آخر تصلي الظهر ركعتين. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب يبقى ده حكم الإيه؟ حكم القصر في الصلاة. طيب امتى نقصر بقى في الصلاة؟ كتير من الناس وهم مسافرين بيسألوا النقطة دي، اقصر امتى؟ وايه المسافة اللي انا اقصر فيها؟ وايه المدة اللي انا هقصر فيها طول ما انا مسافر؟ اول حاجة الموضع اللي انا هقصر منه. قالوا الموضع اللي انت تقصر منه وتبدأ يعني تعامل معاملة المسافر عند خروجك من بلدك، بعد ما تخرج من البلد بتاعتك يبقى تبدأ في عملية القصر. قالوا خروج من البلد يعني قالوا اللي هو المحل أو المكان اللي بينتهي إليه إقامتك، نهاية الإقامة بالنسبة لك. زي مثلا زي أنت مسافر فخرجت من حدود البلد بتاعتك، رحت عند موقف الأتوبيسات أو العربيات
عشان تسافر. هنا تبدأ خلاص انت كده هتبدأ تتجاوز البلد بتاعتك. انت مسافر بره، يبقى نهاية محل اقامتك فين؟ في المطار، تقصر في المطار. انت مسافر من القاهرة لاسكندرية، فبعد ما تعدي حدود القاهرة وتعدي البوابات وداخل على الطريق، يبقى هنا هتبدأ في عملية السفر. ليه؟ لأن الرخصة دي اللي هي رخصة القصر متعلقة بالسفر، والإنسان وهو في بيته لسه مش مسافر. بعض الناس قالوا ينفع يقصر وهو في البيت، بس ده رأي ضعيف. الرأي الأصح والأرجح والأحوط إن أنا ببدأ في عملية القصر بعد أن أشرع في السفر، لأن أنا هصلي هنا الظهر ركعتين مش أربعة. طب صلاة الظهر ركعتين دي بتبقى للمسافر ولا للمقيم؟ للمسافر. طب أنا دلوقتي أنا مسافر دلوقتي، بس أنا لسه في البيت، خارج من البيت، وأنا قاعد في البيت لسه ما اسميش مسافر. الاحتمال إن الظروف تتغير وما سافرش، يحصل أي أمر أو تحصل أي مشكلة فما سافرش. فعشان كده قالوا بعد أن يتجاوز الإنسان محل الإقامة بتاعته، هنا هيبدأ في عملية السفر، أو هيشرع هنا في عملية السفر، وبالتالي يبدأ يصلي. والبعض قال الأحسن والأفضل أنك أنت ممكن يا عم تصلي أو تجمع جمع تأخير زي ما هيجي لنا الكلام بعد كده في الجمع. عموما هنبدأ كلامنا الأول في القصر إن شاء الله، إن احنا نبدأ في القصر إمتى؟ بعد ما نتجاوز محل البلد اللي احنا قاعدين فيه. طيب المسافة اللي أنا هقصر فيها يعني تقريبا كده 85 كيلو و 90 كيلو. يعني لو أنا مسافر من بلد لبلد، مسافر منتقل من بلد لبلد والمسافة بينهم 90 كيلو، 85 90 كيلو، يبقى في الحالة دي أنا كده أعامل معاملة المسافر فأقصر الصلاة. أقل من كده يبقى ما ينفعش على هذا القول. طيب أنا في مكان واحد، في بلد واحد، وانتقل من مكان لمكان والمسافة بعيدة 80، قال لا انت هنا ما اسمكش مسافر، لانك انت في نطاق وفي حدود بلدك. امتى بتسمى مسافر؟ لما تنتقل من بلد لبلد، وصلاة هنا متعلقة بالسفر. وعلى فكرة في نقطة مهمة، وهي ان الرخص في السفر هل هي تتعلق بالسفر ولا تتعلق بالمشقة في السفر؟ لا، هي تتعلق بذات السفر، ملهاش علاقة بالمشقة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعض الناس بتظن ان انا بقصر في الصلاة وانا مسافر، او بجمع، او بفطر وانا صايم. لو انا صمت وانا مسافر يجوز لي الفطر والقصر والجمع عشان المشقة وعشان التعب. لا، الموضوع مش متعلق بالمشقة ولا بالتعب، لأن الأحكام عندنا تتعلق وتناط بالعلل وليس بالحكم. تتعلق الأحكام بالعلل وليس بالحكم. يعني إيه السبب وإيه العلة اللي يخليني أفطر في رمضان لما أكون مسافر، أو أقصر الصلاة، أو أجمع بين الصلاة وأنا مسافر؟ العلة السفر، عشان أنت مسافر، مش عشان أنت هتتعب وعشان هيحصل لك مشقة. لأن حصول المشقة في السفر ده أمر مختلف فيه من شخص لشخص، ومن سفر لسفر، ومن حالة لحالة، ومن بلد لبلد. فإنسان مثلا ممكن يسافر بالعربية ساعتين وما يتعبش، واحد ممكن يسافر بالقطر ساعة ويتعب، ممكن إنسان يسافر بالقطر 3-4 ساعات ما يتعبش، في واحد ممكن يسافر بالطيارة نص ساعة ويتعب. فهنا السفر ملوش علاقة والرخصة هنا ملهاش علاقة بالمشقة، لأن المشقة دي مش متفق عليها، مش موحدة عند كل الناس، إنما ده بيختلف من شخص لشخص، وبالتالي مش هنعرف نظبط عملية المشقة. وهل المشقة هنا لازم تكون كبيرة ولا تكون نص نص ولا حاجة بسيطة؟ برضو أمر غير متفق عليه ومش هنعرف نظبطه. عشان كده قالوا السفر أو الرخص في السفر ملهاش علاقة بالمشقة، لاختلاف المشقة من شخص لآخر. إنما الرخص تتعلق بقى بذات السفر، لأن السفر ده أمر متفق عليه عند الكل، والكل عارفه وما بيختلفش من شخص لشخص. فكلنا عارفين، الصغير والكبير والرجل والمرأة، كلنا عارفين إن السفر معناه أنك أنت بتسافر من بلد لبلد، كلنا متفقين على كده وكلنا عارفين كده. بس المسافة مثلا 85-90 كيلو،
فهنا الرخص تتعلق بهذا الأمر اللي هو السفر المتفق عليه والمعروف عند كل الناس. فلأجل هذا تتعلق الرخصة بالعلة اللي هي السفر. عشان كده اللي هيسافر في طيارة وقاعد في تكييف وجايبين له أكل كويس جدا ومش حاسس بأي تعب وهو راكب الطيارة كأنه قاعد في البيت، هل هنا يجوز له الرخصة ان هو يقصر الصلاة؟ يجوز له، لان هو اسمه مسافر، ودي رخصة ربنا سبحانه وتعالى عطاها للناس المسافرين. وان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وما اقولش بقى ان الموضوع هنا مفيش مشقة فلازم يجمع او لازم يتم الصلاة ولازم يصوم. طبعا في مسألة الصيام قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، ده الأفضل، لو أنت قادر تصوم وأنت مسافر ده أفضل. فيبقى هنا الرخصة متعلقة بالعلة وهي السفر وليس بالمشقة. نبدأ نقصر في الصلاة بعد تجاوز حدود البلد. بعد كده المدة أو المسافة اللي أنا هقصر من خلالها، فدي مختلف فيها عند الفقهاء. بعض الفقهاء قال إذا زادت المدة لك رخصة أن تقصر 3 أيام، ده مذهب الشافعية وغيرهم. إذا نويت الإقامة أكثر من 3 أيام يبقى خلاص تعامل معاملة المقيم ولا تقصر، فلك الرخصة في القصر 3 أيام من غير يومي الدخول والخروج. يعني دلوقتي أنا مسافر من اسكندرية، من القاهرة لاسكندرية، النهاردة مثلا يوم السبت، فأنا خرجت يوم السبت أهو بعد صلاة الظهر وبعد البوابات اللي على الصحراوي، خلاص عايز أصلي الظهر فأنزل أصلي الظهر 2 ركعة. يبقى هنا ده يوم السبت، ده يوم الدخول اللي هو داخل فيه اسكندرية، فأنا هنا هقصر يوم السبت وبعد كده ليا 3 أيام بقى وأنا مسافر، فهسافر اسكندرية 1 2 3، يبقى في خلال ال3 أيام دول أقصر الصلاة طالما أن أنا ناوي السفر مش الإقامة، الموضوع متعلق بنية السفر. طيب ويوم الأربع وأنا راجع فيه أقصر برضو فيه، معايا لحد إمتى؟ لحد ما أدخل البيت قبل ما أعدي بوابات القاهرة الأولى اللي هنا. أنا مسافر، أول ما دخلت من البوابات خلاص هنا أصبحت في حكم المقيم. طيب يبقى دي كام؟ 3 أيام من غير يومي الدخول والخروج. السادة الحنفية قالوا أقل من 15 يوم، يعني لك الحق أن تقصر لحد 14 يوم. نويت السفر لإسكندرية 14 يوم، يبقى في خلال 14 دول أقصر براحتي، ده إذا أنا حددت. أما إذا أنا كنت رايح مشوار، مسافر مشوار ومش عارف هقعد كام يوم، فأنا رايح أخلص مصلحة معينة هتخلص النهاردة بكرة بعده أنا مش عارف، قال يبقى أنت لك الحق أن تقصر طيلة المدة اللي أنت قاعد فيها طالما أنت ما حددتش أيام وما ناويتش الإقامة. أنت ناوي السفر بمجرد ما تخلص المصلحة دي هترجع تاني، فقعدت 20 يوم 30 يوم، لك الحق أن تقصر في خلال هذه المدة لأنك مسافر. يبقى دي المدة اللي هنقصر فيها. نقطة هنا أن الأحكام يا جماعة بتتعلق بآخر الوقت وليس بأول الوقت. يعني دلوقتي أنا كنت في اسكندرية، أنا من القاهرة ومسافر اسكندرية، قعدت في اسكندرية 2 يوم ورجعت، فأنا خرجت من اسكندرية بعد العصر وما صليتش العصر في اسكندرية، وأنا في الطريق ما جاتش فرصة أن أنا أصلي العصر، ما قدرتش أصلي العصر أو نسيت أصلي العصر، ودخلت القاهرة هنا بعد المغرب، يعني المغرب أذن عليا وأنا في الطريق. طيب هنا أنا دخلت البلد بعد المغرب عايز أصلي صلاة العصر قضاء، هنا أصليها إيه؟ قال تقضيها كما وجبت عليك أداء. هي كانت واجبة عليك 2 ركعة لكن أنت كنت مسافر فأنت ما صليتهمش 2 ركعة والصلاة خرج وقتها، يبقى لما تيجي تقضيها هتقضيها على نفس الهيئة اللي أنت كنت عليها اللي هي كأنك مسافر فهتقضيها 2 ركعة. طيب العكس، لو أنا من القاهرة مسافر خرجت من القاهرة قبل العصر وما كنتش صليت الظهر، وبعد ما تجاوزت البوابات بتاعت الاسكندرية أذن العصر، أنا هنا ما صليتش الظهر أهو وعايز أصليه في الحالة دي وأنا مسافر، هصلي هنا بعد العصر قضاء، هنا أصلي 2 ركعة عشان أنا مسافر؟ قال لا،
هتصليه برضو 4 ركعات، لكن انت بتقضي الصلاة كحالتها على الأداء. فانت لما يعني كنت مقيم كان المفترض تصلي 4 ركعات، لكن انت خرجت قبل وقت في خلال وقت الظهر كله كنت لسه مقيم، وبعد كده بدأت في السفر بعد العصر، يبقى لا، يبقى هتقضي صلاة الظهر في السفر 4 ركعات. فالصلاة تجب قضاء كما وجبت أداء. هذه نقطة تانية. الفقهاء اختلفوا، هو القصر ده في أي سفر؟ أي سفر أنا رايح أسافره فلازم أقصر الصلاة فيه؟ فهنا اختلف الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، وقالوا إن بعض الفقهاء قالوا السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر الذي يكون فيه قربة، كالسفر للحج والعمرة إلى آخره. والبعض قال إن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر المباح الذي ليس فيه معصية، وده مذهب السادة الشافعية ومن معهم. يعني لو أنا مسافر أي سفر مباح، بس مش سافر عشان أعمل معصية، ما فيش في نيتي أن أنا مسافر المكان ده عشان أعمل معصية، أنا مسافر أن أنا أتفسح أو أغير جو أو عندي شغل أو أعايز أريح أخلص مصلحة، ده كله مباح، يبقى أقصر الصلاة في خلال هذا السفر. لكن لو أنا مسافر عشان أعمل معصية معينة ما ينفعش هنا أخذ بالرخص. الإمام أبو حنيفة قال لا، الرخصة والقصر يجوز في أي سفر، في سفر معصية في سفر طاعة ملناش علاقة، أنت بيرخص لك القصر عشان أنت مسافر، أما كونك مسافر عشان تعمل معصية أو تعمل طاعة دي ملناش علاقة بيها، دي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي نقطة تانية. يبقى كده عرفنا مدة السفر، المسافة، النوع السفر اللي أنا هقصر فيه على الخلاف إذا كان معصية أو غير معصية، وحنيف أجاز في الكل. بعد كده إن الصلاة تجب قضاء كما وجبت أداء. فلو أنت كنت تصلي الظهر 2 ركعة وأنت مسافر وما صليتهمش لحد الصلاة ما خرجت، لما تيجي تقضيهم لما ترجع من السفر يبقى تقضيهم 4 ركعات. ده باختصار أحكام أو بعض أحكام السفر. ندخل سريعا بقى على أحكام الجمع في السفر. احنا اتكلمنا عن القصر في الصلاة، الظهر العصر العشاء بنصليهم 2 ركعة بدل 4. طيب الجمع في الصلاة بقى، هل يجوز ان احنا نجمع في الصلاة ولا لا؟ هنا خلاف بين السادة الفقهاء. اولا مذهب السادة الحنفية قالوا ما فيش جمع في الصلاة الا في حالتين فقط، الا في حالتين فقط. فين يا امام الجمع عندكم عند الحنفية؟ قال في الحج فقط، الحاج يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، بس هذا الجمع عند السادة الحنفية. يعني ما فيش جمع عند السادة الحنفية إلا في الحالتين دول، يوم عرفة بنجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبعد كده بنخرج من عرفة قبل المغرب أو بعد المغرب حسب ما بنخرج، وبنروح المزدلفة. المغرب بيأذن علينا وإحنا ماشيين في الطريق ما نصليهوش، نصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير في المزدلفة، غير كده ما ينفعش نجمع. البقية الفقهاء قالوا يجوز الجمع في السفر، وإنت مسافر زي ما قلنا بعد ما عديت البوابات ولسه ما صليتش الظهر، ينفع تنزل تصلي الظهر والعصر جمع 2 وركعتين في نفس وقت الظهر، أو تأخر صلاة الظهر لحد ما تروح اسكندرية ويكون العصر أذن عليك فتصلي هناك الظهر مع العصر جمع تأخير. وكذلك وانت قاعد هناك في السفر في الفندق أو في أي مكان انت مسافر فيه تعمل كده في الأيام اللي انت قاعد فيها مسافر فيها، أو تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير وهكذا. فالفقهاء قالوا كده، واستدلوا أن سيدنا النبي كان يقصر في السفر. فهنا رد الإمام أبو حنيفة وقال إن الجمع اللي سيدنا النبي كان بيقصره ده أو كان بيجمعه بين الصلاة ده اسمه الجمع الصوري، مش جمع حقيقي. يعني هو من حيث الصورة جمع، لكن من حيث الحقيقة لا، مش جمع. إزاي يا حنفية؟ قالوا إن سيدنا النبي أحيانا مثلا هو مسافر الظهر أذن فما يصليش صلاة الظهر لسه في أول وقتها. إحنا عندنا
كل وقت يا جماعة أو كل صلاة لها وقت بداية ونهاية. يعني الظهر بيأذن الساعة 12، العصر بيأذن الساعة 3، من 12 ل 3 ده كل وقت الظهر، لك الحق أن تصلي في أي وقت، يعني في أي جزء من هذا الوقت، تصلي الساعة 12، 12 ونص، 1، 2، 2 ونص، 3 إلا ربع. العبرة أن العصر يأذن عليك وتكون خلصت الظهر، يبقى أنت كده صليت الصلاة في وقتها وما أخرتهاش عن وقتها. فسيدنا النبي أحيانا كان يعمل إيه؟ كان يجي مصلي صلاة الظهر في آخر وقتها، يعني الساعة 3 إلا ربع مثلا، يوم سيدنا النبي مصلي صلاة الظهر، وبعد أن ينتهي من الصلاة السلام عليكم السلام عليكم، يخرج وقت الظهر ويؤذن لصلاة العصر ويدخل وقت العصر، فيقوم سيدنا النبي مصلي صلاة العصر في أول وقتها. فحصل كده اللي شايف سيدنا النبي كده من بعيد يظن أن هو جمع بين الظهر والعصر، ده مذهب الحنفية، لكن هو في الحقيقة لم يجمع، هو صلى كل صلاة في وقتها، لكن صلى الظهر في آخر الوقت وصلى العصر في أول الوقت. عموما المسألة خلافية، وللإنسان أن يأخذ بهذه الرخصة أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في السفر، كما ذهب إلى ذلك الجمهور من الفقهاء، وده أسهل وأيسر على الناس اللي بتسافر، يعني خاصة في هذه الأوقات ومن يكثرون السفر. يبقى دي أول نقطة، إن السفر إن الجمع لا يجوز عند الحنفية إلا في موضعين، في عرفة وفي مزدلفة، أما عند الجمهور يجوز في أي مكان أو في أي زمان طالما إنك أنت مسافر. بس أنت عشان تجمع بقى قالوا في شروط للجمع. الجمع شروط الجمع إيه؟ إنك أنت تبدأ بأولى الصلاتين. أنت عايز تجمع بين الظهر والعصر، يبقى ما ينفعش تصلي العصر وبعد كده تصلي الظهر، لا انت هتصلي الظهر وبعديه تصلي العصر، تبدأ بأولى الصلاتين. هتصلي المغرب والعشاء، يبقى هتصلي المغرب الأول وبعد كده العشاء، ما تصليش العشاء وبعد كده تصلي المغرب، دي أول حاجة. بعد كده نية الجمع، ان يكون عندك نية الجمع، وده بيكون في أول الصلاة ويجوز أيضا في أثناء الصلاة، يعني أنت بتصلي قبل ما تصلي الظهر بتنوي في قلبك أنك ستجمع بين الظهر والعصر. طب أنت بتصلي الظهر وبعدين نسيت الجمع، فافتكرت أنك أنت مسافر وما عندكش وقت أنك أنت تصلي العصر في وقتها، فعايز تصلي الاثنين، قال فنوي الجمع وأنت بتصلي في نيتك وأنت في صلاة صلاة الظهر. بعد كده قالوا الموالاة بين الصلاتين. الموالاة بين الصلاتين يعني هتصلي الظهر والعصر، ما تعملش فاصل بينهم إلا إذا كان فاصل يسير. يعني أنا دلوقتي صليت الظهر وأنا مسافر، بعد ما تجاوزت البوابات بتاعت اسكندرية نزلت صليت الظهر، نزلت صليت الظهر ركعتين، وبعد ما صليت الظهر ركبت العربية ومشيت، وبعدها بساعة افتكرت إن أنا ينفع أجمع، فقلت أنا هنزل أجمع بالإيه؟ هصلي العصر بالمرة، عشان أنا رايح اسكندرية مش هبقى فاضي أصلي العصر. لا، في الحالة دي ما ينفعش. لو هتجمع يبقى تجمع الاتنين في وقت واحد ورا بعض وما تعملش فاصل بينهم، ولو حصل فاصل بسيط مفيش مشكلة، إنك أنت مثلا قعدت كده دقيقة دقيقتين وكده قمت مفيش مشكلة، الفاصل البسيط بين الصلاتين مفيهوش مشكلة. بعد كده إنك أنت تكون مداوم على السفر أثناء الصلاة الأولى، يعني أنت بتصليت الظهر قبل ما تدخل بوابات اسكندرية بوابات القاهرة، أنت خلاص راجع من السفر أهو، وقبل ما تدخل بوابات القاهرة العصر هيأذن عليك، لسه باقي عليه شوية، فنزلت ولسه ما صليتش الظهر، فنزلت هتصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر مفيش مشكلة، لكن مش بعد البوابات ما تدخل، بعد ما تدخل من البوابات بتاع القاهرة كده أصبحت مقيم ودخلت قبل العصر فتقول بقى أنا هصلي الظهر والعصر جمع تقديم هنا، لا أنت خلاص كده ما أصبحتش مسافر، أصبحت مقيم، فخلاص أنت صليت الظهر في وقتها وبعد كده لما العصر بقى يأذن تصلي العصر في وقته. طيب بعد كده آخر حاجة في صلاة السفر هي الجمع بين الصلاتين لغير المسافر، يعني ينفع أن احنا نجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لغير السفر،
فهنا أغلب الفقهاء قالوا لا، السفر أو الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا في حالة السفر، أو في الحالات الضرورية اللي هي زي المطر الشديد اللي الناس مش هيعرفوا يصلوا فيه تاني، مش هيعرفوا فيه مشقة أنهم يروحوا الجامع تاني يصلوا. ففي الحالة دي ينفع نصلي الظهر والعصر جامع تقديم أو جامع تأخير أو المغرب والعشاء. والأصل في الجامع أنه بيكون في السفر، لكن في الحضر مفيش جامع. لكن عندنا في حديث كده عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه بيقول: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. ابن عباس بيقول له جمع سيدنا بين الظهر والعصر المغرب والعشاء في غير خوف، ما فيش خوف يخليه يجمع بين الصلاتين، ما فيش ضرورة يعني، وفي نفس الوقت ما فيش سفر. فبعض الفقهاء أخذ بظاهر هذا الحديث وقال يجوز الجمع من غير سبب، لكن هذا رأي يعني ليس بالقوي، إنما الرأي القوي والراجح أنه لا يجوز الجمع في الحضر في بلدك في إقامتك إلا للضرورة، زي ما قلنا أن في مطر شديد، في خوف شديد، في ريح شديدة، طبيب مثلا داخل غرفة العمليات وهيجري عملية للمريض وهيقعد في أوضة العمليات فترة كبيرة، هيدخل مثلا بعد صلاة الظهر يدخل الساعة واحدة، مش هيخرج إلا الساعة 6 بالليل، وممنوع أن هو يصلي جوه أو يخرج، ممنوع أن هو يسيب المريض خلال 6-7 ساعات دول. في الحالة دي هيصلي الظهر قبل ما يدخل العمليات، طب العصر هيصليه امتى؟ مش هيعرف يصليه، هيخرج كده بعد المغرب من العمليات فالعصر هتكون ضاعت عليه. في الحالة دي يجوز له أن يصلي العصر جمع تقديم مع الظهر. الأطباء والممرضين اللي هم في مستشفيات العزل دلوقتي عشان كورونا والحاجات دي، فده دلوقتي ممنوع يخرج من المكان اللي هو فيه، وممنوع يخلع الحاجة اللي لابسها عشان ما يضرش حد، بيقعد لابس البدلة دي أو الحاجة اللي بيلبسها دي للوقاية فترة 5-6-7 ساعات، وده ممنوع ان هو يقلعها وممنوع ان هو يخرج من المكان، وفي نفس الوقت مش هيعرف يصلي العصر، يجوز له الجمع. يبقى الطبيب او اي انسان مضطر في ضرورة تستدعي ان هو يصلي يجمع بين صلاتين يجمع. اما حديث ابن عباس البعض قال لا، هذا حديث فيه كلام كثير جدا وفي تأويلات كثيرة جدا، ومنها انه يحمل على الجمع الصوري زي ما الحنفية قالوا انه لا، كان بيجمع في آخر يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها ويصلي الصلاة الثانية في أول وقتها. عموما الجمع بين الصلاة يجوز في السفر كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، أما في الحضر لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، كل واحد حسب ضرورته، وضرورة فعلا تستدعي إن أنا أجمع، كالإنسان المريض جدا 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 ليست عنده القدرة على الصلاة في كل وقت، يعني احنا ما بنصدق ان هو يصلي لما عندوش القدرة، او مثلا ممكن بيحصل له غيبوبة او بيحصل له مشكلة صحية ممكن يغيب عن الوعي، فبنستغل الوقت اللي هو فايق فيه ونخليه يصلي الصلاة صلاتين مع بعض، في الحالة دي يجوز. يبقى اذا صلاة المسافر رخصة من الله سبحانه وتعالى، وان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، فيجوز للانسان القصر من 4 ركعات الى 2 ركعات، ويجوز للإنسان أن يجمع في سفره كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.